وبشأن رفض واشنطن التطبيع مع نظام الأسد في ظل وضع معاناة النازحين السوريين، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بك سيد ياسر. يعني بداية، واشنطن في بيان لموقفها من النظام السوري أكدت أنه لا سلام ولا تطبيع مع نظام الأسد. هل تفتح واشنطن ومن ورائها المجتمع الدولي بابا لمحاسبة الأسد برأيك بعد هذا التصريح؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني بتصوري لا يستطيع أي نظام دولي الآن أن يتقبل وجود بشار الأسد على منصة الحكم بعد يعني اقترانه بكل هذا الكم من الجرائم، سواء على المستوى الداخلي وقتل السوريين أو حتى على المستوى الخارجي وتسويقه لمادة الكبتاجون المخدرات. لذلك بخصوص بشار الأسد ساقطا لا محالة من الناحية القانونية ومن ناحية الإدارة الإدارات الدولية، ولكن لا يوجد حتى هذه اللحظة إرادة دولية لتفعيل هذا القرار، كون أن بشار الأسد يمثل الورقة السورية التي هي جزء من الملف الإقليمي. أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتفاوض مع روسيا بقضية أوكرانيا يكون الملف السوري حاضر، عندما تتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران بالملف النووي تكون القضية السورية حاضرة. إذا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران يحتاجان إلى إبقاء الملف السوري كجرح نازف من أجل مفاوضات بشأن آخر خارج إطار الملف السوري، وفي النهاية يتحمل الشعب السوري كل هذا الكم من المشاكل. سيد ياسر، باعتقادكم ما الذي غير موقف واشنطن بعد أن فتح الباب منذ أشهر للتطبيع مع نظام الأسد؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تقر يوما ما بمساحة التطبيع، هي كانت تراقب مسار التطبيع بالنسبة للدول، بعض الدول، وهي تعبر عن امتعاضها لهذا التطبيع منذ عام 2019. ولكن الذي استجد أن المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، نعلم أنها دولة مؤسسات، وأن المؤسسات باتت الآن تقر قوانين وتشريعات لمحاسبة بشار الأسد. الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تتجاوز هذه المؤسسات كون أنها دولة قانون، وبالتالي بين الحين والآخر سنجد أن هناك تصريحات للإدارة الأمريكية للامتصاص لحالة الضغط المؤسسات، تتكلم عن قانون قيصر ابتداءً، ثم تتكلم عن قانون مراقبة الأموال الخاصة بسوريا ببشار الأسد وعائلة بشار الأسد، والآن يتم إقرار من جديد محاكم لبعض يعني عناصر الأجهزة الأمنية ومحاسبتهم. إذا في النتيجة كما ذكرت الدول الأوروبية والدول الغربية هي دول قانونية لا تستطيع أن تتجاوز مؤسساتها، ولكن الإرادة بالنسبة للأنظمة الحاكمة فيها سيكون الأمر مقرون بالمصالح، وكما ذكرت لكم هناك مصالح بإبقاء ملف سوريا على طاولة المفاوضات لأمور أخرى. لكن ألا ترى أن توجه بعض الدول للتطبيع مع نظام الأسد كان مغامرة ويجب الآن إعادة النظر فيها؟ تصوري كلامك دقيق جدا بخصوص بعض الدول التي سارعت بعملية الاقتران ببشار الأسد وإعادة تسويقه من أجل مخطط روسي. نعلم أن روسيا كانت طوال الفترة الماضية في المنطقة بجولات مكوكية ولأكثر من مندوب لها من أجل أن يكون هناك حالة إنعاش لنظام بشار الأسد، ومن أجل أن يكون هناك إقحام بشار الأسد كنظام في مسار الجامعة العربية من جديد. ولكن بتصوري أصبح هذا الأمر واضح المعالم على أنه يتجاوز الشرع والقوانين الدولية. بشار الأسد أصبح عبئا على كل نظام سيقترن به، خصوصا بعد إقرار اسمه بعملية تهريب المخدرات. بشار الأسد يعامل الآن كرئيس للمافيا، ولا يستطيع أحد أن يبرر رئيس مافيا ويجعله قائما على كرسي الحكم. واشنطن بنت موقفها سيد ياسر، موقفها الرافض للسلام طبعا مع نظام الأسد، بنته على أساس المعاناة التي يعيشها النازحون كما تعلم، أو على الأقل هذا ما يقوله الأمريكيون. السؤال هنا، ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للنازحين من هذا المنطلق؟ هو المستغرب حاليا أن بعد الحملة يعني البرد الشديد التي كانت تصيب الشارع السوري وخصوصا أهلنا في المخيمات، كان الموقف الدول باهتا جدا، وإنما كانت موقف لمنظمات إنسانية لم تسارع الأوتشا للقيام بواجباتها وهي منظمة مسؤولة من قبل الأمم المتحدة، وإنما كان المسارعة على مستوى الشعبي وحواضن شعبية في فلسطين مثلا وفي أكثر من دولة عربية. إذا بالمقابل أنا بتصوري حالة التصريحات هذه مجرد امتصاص لما يعاني السوريين، لا يخفى على أحد حجم المعاناة الشديدة نتيجة البرد القارس والعاصفة الثلجية،
ولكن لم يكن هناك إنجاز حقيقي على مستوى الدول من أجل مساعدة الشعب السوري. الآن بتصور هذه التصريحات مؤشر لكي تبدأ المؤسسات التابعة لهذه الدول لكي يكون لها دور بالقيام بواجباتها تجاه الشارع. إلى السؤال الأخير سيد ياسر، إذا كنت معي، يعني بعد هذه التصريحات من واشنطن، باعتقادكم ما هي المكاسب السياسية للثورة السورية التي تأتي نتيجة لتصريحات واشنطن الأخيرة؟ تفضل. يعني بتصوري ابتداء نستطيع أن نقول أن الحراك المدني للمؤسسات الإنسانية والحقوقية الموجودة في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية باتت الآن قريبة جدا من الخطاب السياسي، وبالتالي أصبحت لها دور وفاعلية وتأثير. الأمر الثاني، تستطيع الآن المعارضة السورية أن تستفيد من هذه التصريحات للمتابعة، لأن كون التصريحات غير متابعة سيكون مجرد تصريحات، أما عملية بناء على هذه التصريحات سيكون هناك إنجاز من خلال المتابعة للمعارضة السورية. بتصور المعارضة السورية ما تزال موقفها حتى الآن غير مرضي بالنسبة للشارع السوري، وإنما موقف المنظمات المجتمع المدني هو الفاعل والأكثر تأثيرا. المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار، شكرا جزيلا لك.